حافظ منورنا النهارده في مئويه الاتحاد، ده كلمنا عن حضور النهارده في الحقيقه. انا سعيد جدا بان الاتحاد بيعمل مئويه بقيمه الاتحاد، موجود نادي اوروبي بحجم سبورتنج لشبونه، الحاله الحميميه بين اداره النادي ده واداره النادي ده بتهيألي كلكم حسنا، ده زي ما يكونوا يعني مشجعين الاتحاد. الراجل بيقول لك سيد البلد، يعني جاي بتعبيراتها، وعشان كده يمكن المجامله وهو تبادل التيشيرتات بتاعت انا لبست تيشيرت سبورتنج للرساله. هو الراجل كمان بيتكلم بعاطفه شديده، بيقول لك احنا خضر وهم خضر، احنا 108 سنه وهم 100 سنه، احنا مننا عندناهم 7 في المنتخب البرتغالي دلوقتي اللي بيلعب في كاس العالم. حقيقه اعتقد ان اللي احنا بنعمله شيء طيب، هنعاون فيه بشكل طيب. سيبيني كمان احيي نادي الاتحاد والرجاله بتوعه، حابين بعض، عايزين يعملوا حاجه تليق باسكندريه وباهل اسكندريه، وده مهم جدا. يعني حرص المحافظه على الحضور النهارده ممثله في ده يا بنتي لحظه ما بتكررش غير كل 100 سنه، اضيعها انا؟ لا انا ولا غيري. اللي ما يشاركش النهارده هيزعل بكره انه ما شاركش. اللي ما شاركش النهارده واللي ما شاركش معانا في بقيه كل واحد يحاول يخلي ليه دور، ودور كل ما الدور كبر كل ما هيبقى سعيد بما فعل. يعني شكرا.